أهلا بكم. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريحات على أهمية المرحلة التي وصفها بالاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لحفظ الحقوق. وسعيد أضاف أن احترام القانون وعدم مصادرة الأموال من أولويات الدولة. كما كشف الرئيس التونسي عن توزيع مسؤول وصفه بمدعي الأخلاق أموالا على الشباب التونسي لدعمه. في هذه المرحلة الاستثنائية في تونس، كل واحد منا يشد بيد يد الآخر حتى لا يبقى لا جائع ولا مظلوم، لا يجد الحد الأدنى الذي يضمن كرامته الإنسانية. وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد على دور القوات المسلحة في التصدي لكل محاولات الابتزاز التي يتبعها البعض. وأن قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية ستصدهم عن كل محاولات الابتزاز قبل إحالتهم على القضاء حتى يأخذ كل ذي حق حقه. أطلب منكم أن تكونوا في موعد مع التاريخ لنصنع معا تاريخا جديدا لتونس. قرر راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المجمد تأجيل اجتماع مجلس شورى حزب النهضة الذي يرأسه والذي كان من المقرر عقده مساء اليوم. وأفادت مصادر إعلام تونسية بأن القيادي ورئيس مكتب شورى حزب النهضة محمد نوري قدم استقالته بسبب تصرفات رئيسه عبد الكريم الهاروني. ويشهد حزب النهضة صراعا منذ قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان. وعلى الجانب الآخر، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي إن أول نقطة في برنامج حزبها السياسي هي إبعاد الإخوان عن المشهد السياسي وحل التنظيمات التابعة لهم. وأضافت موسي أن أخطاء فادحة قانونية ودستورية وقعت في 2011 عقب الثورة التونسية، وأن الوضع السياسي الحالي هو نتيجة هذه الأخطاء التي يجب إصلاحها الآن على حد قولها. ويمشي يتباكى بها ويمشي يروجها للمنظمات الدولية ويمشي يروجها للقوى الأجنبية متاعهم باش يضغطوا على تونس ويفشلوا المسار اللي احنا توا نحبوه يمشي صحيح، اللي هو مسار تخليص تونس من الإخوان نهائيا، وما عادش نحبوا يكون عندهم حتى وجود في المشهد السياسي، وتخليص تونس خاصة من الأخطبوط اللي هما صنعوه على كل المستويات. ندعو رئيس الجمهورية لاتخاذ جملة من الإجراءات التحفظية لحفظ الأمن القومي، لأنه ما دامت جماعات القرضاوي والإغاثة الإسلامية والمرحمة وكل أخطبوط اللي عملوا الغنوشي ما زالوا موجودين وما زالوا ينشطوا وما زالت أرصدتهم المالية موجودة، راو عندهم برشا فلوس، راو مدخلين مئات الملايين إذا مش مليارات، راو توا باش يحركوا الأخطبوط المالي وباش يمولوا المحامين هذوما المرتزقة وباش يمولوا حملة كاملة ضد تونس في مجال حقوق الإنسان. ويا خيبة المسعى كان تطلع تونس عقاب عمرها وليت ضد حقوق الإنسان وقت اللي يتكافح الإرهاب. قال راديو موزايك اف ام إن قوات الأمن التونسية وضعت القاضي بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية، وهو متهم من جماعات حقوقية في تونس بأنه قريب من حركة النهضة ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب، منها ملفان عن اغتيال المعارضين التونسيين أو المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. بعد أن واجه حزب النهضة وحلفائه في تونس غضب الشعب وقرارات دستورية صارمة، يواجه الحزب الآن القضاء التونسي. في المقدمة القاضي المثير للجدل بشير العكرمي، والذي تتهمه جماعات حقوقية في تونس بأنه قريب من النهضة ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب، منها ملفان عن اغتيال معارضين بعد الثورة. المعارضان هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قتلا بالرصاص عام 2013، وكان قد وجه القضاء التونسي الاتهام رسمياً إلى مصطفى خضر العام الماضي في جريمة اغتيال الناشطين السياسيين، ويعد خضر المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة.
كما كشفت هيئة الدفاع عن الناشطين عن وجود علاقة مباشرة بين خضر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، متهمة وكيل الجمهورية آنذاك العكرمي بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على الغنوشي. العكرمي متهم بالفساد والتستر في عدة قضايا أخرى، وهي التي تسببت في قرار إيقافه عن العمل من قبل مجلس القضاء العدلي بتونس وإحالة ملفه إلى التحقيق أمام النيابة العامة. كما وضعت قوات الأمن التونسية القاضي تحت الإقامة الجبرية 40 يوماً. تلك التهم تتعلق بالتستر على أكثر من 6000 ملف وقضية إرهابية، هذا بحسب تقرير لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي الصادر في يونيو 2021، والذي اتهمه أيضاً بالتستر على أكثر من 1300 قضية إرهابية. تحرك القضاء التونسي ضد عناصر النهضة شمل أيضاً إيقاف 4 أشخاص ينتمون إلى الحركة، من بينهم عضو في مجلس الشورى بسبب محاولة القيام بأعمال عنف أمام مقر البرلمان عقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن قراراته الاستثنائية التي غيرت مسار البلاد. لينا حسب الله، العربية.